السلام عليكم البنات، معكم نصائح حليمة. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ الصحة لاباس؟ كنرحب بالرجال وكذلك اللي منضمين لقناة عائلة نصائح حليمة، وكنرحب بألف مرحبا الناس اللي كتضم القناة يوميا. كنقول لكم مرحبا بكم. القناة قناتكم وحليمة منكم وإليكم. في هذا الفيديو جيت نعملها وانا كنتحمل يعني المسؤوليه فشنو كنقول. كنتفاجئ يعني بالنسبه لي انا هذا الشيء اللي وقع ديال الاخت اسماء بيوتي اللي هاد المسلسل هندي ما غاديش يسالي، وغادي نقول لكم علاش ما غاديش يسالي. لا فيديو اللي حطات وقيلا لا دغنيغ الاخرى اللي حطاتها، قالت واحد الكلمه اللي شوكاتني، قالت واحد الكلمه اللي فريمون 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 تصدمت، تيقو بيا تصدمت. قالت للبنات اللي عندهم مشاكل مع عديزاتهم، ولا عندهم مشاكل مع عندها مشاكل مع شيخها، قالت لهم خذوني كقدوه، شوفوني اش عملت وشنو وقع، وخذوني كقدوه ونوضوا كلكم حاربوا عديزاتكم، حاربوا اللي عندها شي يعني شيخه تحاربوا، غيبوا بيوتكم وخذوها كقدوه. ولكن الفرق اللي بينكم وبينها سكي هي شاده راجلها، وانتم يا اجالكم يعني بحالي كنقول انا يا وحده منكم غدا ولا بعد غدا نقول شي كلمه في والدي يقول لي مع السلامه حبيبتي. هذيك الكلمه خذوني كقدوه اثرت فيا بزاف، وانا كان كيحسب ليا ملي غاده تجي غاده تعمل فيديو وغاده تقول سي سي ا غوفير جو لو فري با. بالعكس قالت سي سي ا غوفير جو لو فري، ومازال ما شفتو والو، مازال جيل جديد. انا غادي نقول لك واحد الكلمه، بنت الناس اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبها. دايو قلتي واحد الحاجه عجبتني ضحكاتني غير غيمو الناس الا ما بغاوش يحلوا عينيهم ويخدموا مخهم. واحد الكلمه اللي قلتي وحده كتغسلي ليها رجليها في المعتب 30 درهم كتخلي لك 200 درهم، حسبي الله ونعم الوكيل. وحده كتجي كتصوبي ليها حجبانها معتب 30 درهم كتخلي لك 300 درهم. رجعوا لا فيديو وغادي تسمعوا كل شيء. واش كاينه شي وحده غاده تمشي لشي مركز ديال التجميل وغادي اول حاجه كتقول لك بعدا بشحال شحال غيطيح عليا هادشي؟ كتعطي واحد واحد كوموندي واحد بحال اندوفي ما بين هاد لا ترونش وهاد لا ترونش على ود واش لا كولور اللي غنعملو لك ترونش اللي كتفرحي بها، واش داكشي اللي ناويه انت جيتي على قبلو غادا تفرحي بيه. كيفاش كنتفاجئ بين ما عندنا في المغرب الناس اللي هي قالت واحد الكلمه، وكنركز على هذه الكلمه، قالت عندي واحد تنتلحلح عليهم وعندي واحد القبول اللي هو اللي هي مولات يعني هذيك اللي جايه نصوب ليها حجبانها ولا نصوب ليها ظفارها ولا نصوب ليها نصوب ليها جليها، الا كانت غاده تخلص 100 درهم كتعطيني انا 300 درهم. غادي نقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اسماء في هاد الكلمه. عرفتي علاش؟ حيت الناس قالوا لك كيفاش بهذيك الخلصه اللي كتقولي ربحتيها كتقري بنتك في احسن مدرسه في قنيطره. الو شنو عملتي؟ قلتي كيفاش غادي نعمل تن سي فري الناس ضربوا الحسبه للصالير ديال الزوج ديالي والصالير ديالي انايا، ما يمكنش ليا
نقري بنتي في مدرسة كبيرة، ما يمكنش ليا نعيش هاد العيشة اللي كنت عايشاها، ما يمكنش ليا نشري أبارتومو في السكن الاقتصادي إلا وكانت عندك انتي والزوج ديالك خلصة، ومن فوق الخلصة كان عندك شيخك كأب لابنه وكجد لبنات ولده، وحماتك كانت عندك يعني بحال كنقولوا عفات الواد حمل عليها، يعني واخا تضل تدافع على نفسها ما غاداش تخرج من داك الواد. اللي شوكاني فريمون صدمني وهو كيفاش يمكن لك تقولي مازال ما شفتو والو، الجديد جاي، جاي بزاف ديال الجديد. غادي نقول لك اختي العزيزه شوفي جورج واسوف، جورج واسوف سلطان الطرب كيفاش كان كيتمشى وكيفاش كان كيتكلم، شوفي دابا شنو يعني. مع احتراماتي ليه وكنبغيه وكنحماق عليه، شوفي دابا لاطاك اللي جاتو فينا، هو مايكل جاكسون فينا، هي يا ام كلثوم فينا، هما يا الناس اللي انا من عشاق ام كلثوم فينا، هو يا الولد اللي كان شد تقريبا العالم العربي والعالم الخارجي شدو بالصوت ديالو وب رضات الوالدين اللي كيبوس ليهم على يدهم في الصباح وفي العشيه وكيطلعوا معاه البلاطو، اخونا ولا ولدي سعد المجرد اللي كنتمنى الله سبحانه وتعالى نتلاقى معاه. كنمشي بزاف للشونزيليزي باش نحاول نتلاقى معاه، على ود عندي بنات اللي هما صحاباتي تلاقاو معاه وتصوروا معاه. فين فلان وفين فلانة وفين فلانة وفين فلانة؟ عادة باش بنت الناس غادي انتيا اليوم تحداي يعني بر الوالدين لله سبحانه وتعالى كيوصي عليهم. سبحان الله العلي العظيم، دار العجزة ما عمرها كانت في شي دولة مسلمة، دار العجزة كنا كنعرفوها كاينه في اوروبا، وكنا كنتصدموا ملي يلاه جينا، كنا كنتصدموا كيفاش كيدي مو لدار العجزة ولا كيدي باه لدار العجزة. ولكن دار العجزة كيخلصوا بفلوسهم وهما كيطلبوا يمشيوا ليها، هما كيبغيو يعني اللخة ديال حياتهم يمشيوا ليها. كيفاش العدد ديال دار العجزة اللي ولا كيتبنى عندنا في المغرب؟ كيفاش يعني شفت واحد لفيديو السيدة هزها ولدها وعملها في الطوموبيلة بالليل وداها حطها في واحد البلاصة اللي غادي نقول لكم وقعات في مدينة أزمور، حطها في واحد البلاصة فيها غير خلا، وقال لها غادي نمشي نعمل ليسانس وراجع ليك. هذيك السيدة كون ما شافوهاش الناس اللي هما يعيشين تمايا نهار كله هي كتسنى، وجاو عندها وقالوا لها شنو جابك هنايا في من كتسناي المرا ما كتشوفش ومرا كبيرة في السن؟ قالت لهم ولدي حطني هنايا وقال لي ما تحركيش حتى نجي. قالوا لها يعني بحال كنقولوا من البارح شفناك، جابها في الليل وحطها وصبح عليها الحال. ولات عندنا يعني دوك الناس هزوها وداوها لدار العجزة. كاينين اللي ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم في دار العجزة وكتعطي سمية ولدها وكتعطي سمية بنتها اللي جابتها ورماتها وقاستها تمايا. كيفاش هاد العالم اللي حنا دخلنا ليه؟ نوضو قالت لهم خذوني كقدوة، نوضو طلقوا، نوضو هي عندها الفلوس عندكم، هي قالتها قالت لك انا عندي واحد تلحليح، عندي واحد الكليانه نعمل ليها غير حجبانها ب 30 درهم تعطيني 300 درهم. انا هاد القوم ما كنعرفوش
يعني عاشت ناس اللي لاباس عليهم هما اللي بالعكس ما كيعطيوش لو بوغبوار، ولو بوغبوار كيعطيوه الناس اللي ما عندهمش. هادي يعني في العالم كله ماشي غير في المغرب. الى قاتليكم نوضو حاربو عدوستك ونوضي حارب شيخك ونوضي فعلي ونوضي تركي ونوضي صنعي، فكر يا اختي العزيزه بين ما هي عندها لي مويه وباغا تقلب الدنيا صفاها على علاها، وباغا يعني داكشي اللي بغاتو وصلات ليه وقالت لكم مازال ما شفتو مني والو. مع الاسف مع الاسف الناس اللي كيدافعوا عليها وكيهضروا عليها كيتسنوا منها واحد الحركه، واحد في المنتدى ولا تتكلم عليهم ولا تبارطاجي لا فيديو عليهم. وي قال لي فواز دابا، قال لي الزوج ديالي دابا، قال لي يعني هذا الشيء اللي كنشوفه في القنوات المغربيه، قال لي ما عندناش يعني ما عندهمش في سوريا على ود. قال لي سوريا كنا كنمشيو ليها فاكونس عند جدودنا، كنا كنجلسو كنا كنخرجو كنا كندخلو. قال لي دار العجازه ما كناش كنعرفوها وما كايناش في الاسلام. الولد الكبير ولا البنت الكبير كيتكلف بابا وامه. بالحق الزمان تقلب، الحياه تبدلات، ولكن ما كيدفعكش تهيني دوزتك وتهيني شيخك وتخرجي داك الكلام كله وتقولي لهم خذوني كقدوه، خذوها كقدوه، كحلوها مع رجالكم. لا رجال لا، حيت هي عامله يعني عامله تيليكوموند داكور. انا ما كنخاف من تحد وما كنتسنى من تحد شي حاجه، شي حد يصيفط ليا شي حاجه. كلام الحق نقوله ولو السيف على عنقي. كنحيي حسن مولا رياض اللي كل نهار كيحط لينا فيديو على بر الوالدين، واللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبها. كنحيي الاخت فاطمه الزهراء بخيس. كاينين حنايا فريمون الناس بدات كتفيق، الناس بدات كتفيق، ولكن باقيين كيدخلوا لي عندها لي فيو باش الناس بغاو يعرفوا حتى لينا شاد المراه غادا توصل. سي جوست كيدخلوا كيتفرجوا حتى لينا شاد توصل. ولكن اللي صدمني، اللي صدمني وسالا معايا وهي قالت لهم خذوني كقدوه، نوضوا دخلوا في اللي عندها شي حمات واللي عندها شي شيخ ولا عندك لوسك طيحي ليه الهضره وقلبو سفاها على علاها. وهي يا عندها راجلها في جنبها عملات الفلوس الله يزيدها، قابلاتها مع دوك الناس اللي ملي بدات بيهم، وهما اللي كانوا السبب ديال الوصول ديالك في الكاينه انت دابا. وزتي كملتيها قلتي لينا عندي واحد كنتلحلح على الناس، هذيك هي اللي خدمتي مع 1 مليون دابوني. تلحليح يا بنت الناس، كنقول لكم عملوا لو بارطاج لهاد لا فيديو، عملوا لايك، عملوا جيم، خليوا لي التعليق ديالكم. ومازال غيجي واحد النهار اللي غادي تقولوا فاطمة الزهراء بخيس مولا رياض نصائح حليمة، وكاينين الناس اللي كاينين معانا، والأخت بشرى غادي يجي واحد النهار اللي غادي نقولو، غادي يقولو الناس معانا حق. ديما الباطل كيزهق والحق كينزل. ودابا ولات كتعمل عليكم زعما مازال ما شفتو مني والو، عاد غادي نبدا. انا صدماتني ملي قالت لي النساء خذوني كقدوه. حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم.